لكم. اليوم بغيت نقدم واحد الفيديو وهو شكر امتنان لواحد الشركة. من بعد نقول لكم الاسم ديالها. هذه الشركة نقول لكم كيفاش تتعرفت عليها. أنا كنت في المحمدية ومشيت عند واحد مرات الصالون باش نصيب شعري، وكنت كنهضر مع واحد السيدة صاحبتي لأن أنا كنت كنعاني من الركاب ديولي ضروني، وكيفاش بدات أني تعطرت، وهذيك اللي فاش تعطرت بدات كضرني يضروني ركابية، وما خليت فين دوزت ما خليت أش من الطبيب قالوا لي مشيت لعنده ولكن والو داكشي والو، ما حتى شي طبيب ما داك الدواء اللي كندير ما والمنيش. هذيك السيده اللي كنت عندها الكوافوره كتسمعني، خلاتني حتى ساليت وتقول لي سمعتك كتهضري ركابيك وهذه، قلت لها ايه راه ركابيه كيضروني وهذه، قالت لي انا غادي نوريك واحد الشركه راه كدير المواد ديال الاعشاب. قلت لها انا في الحقيقه انا خديت قرار اني صافي ما نبقاش نمشي عند شي طبيب، لاني عييت بالدواء والدواء كاين بعض الدواء اللي كنستعملو كيضرني، ما بقيتش باغا ندير الادويه نهائيا. اقترحت عليا قالت لي هاد الشركه هذه راه كيديروا اعشاب طبيعيه، قالت لي المهم هانتي دخلي وشوفي وسمعي ومن بعد خذي القرار ديالك. فعلا داكشي اللي درت اقتنعت وانا جالسه عندها وكيجيو عندها شي ناس هي كتعرف عليهم، وبقيت كنسمع الناس شنو كيقولوا. كيقول واحد شنو عنده شي حاله مرضيه، واحد عنده كيعاني من بوزلوم، كل واحد شنو كنسمع الناس اش كتقول، وكيقولوا ان مشينا لهاد الشركه وخدينا من الاعشاب والحمد لله ولينا بخير وعلى خير. فعلا انا دخلت لهاد الشركه وبديت كنسمع الاراء ديال الناس وكل واحد شنو كيضروا، كل واحد كيبدا يقول انا استعملت هذا المنتوج والحمد لله لقيت عليه الراحه، سوى الناس اللي مراد بالكلاويل، الناس اللي مراد بالحساسيه، كل واحد شنو عنده عمان لك شي عدد كثير. يعني اقتنعت قلت حتى انا علاش لا، حتى انا نمشي نجرب نمشي. وفعلا ساعدني الحظ اني جيت، استقبلوني واحد استقبال رائع، وخديت في الاول المكملات خديتهم وبديت كنستعملهم، وخديت واحد القهوه طبيعيه لان انا من الناس اللي عزيز عليا داكشي يكون بيو وطبيعي، ماشي بحال دابا اللي الاغلبيه ديال الحوايج كيكونوا ولكن كنديروا لهم الدواء باش كيطلعوا، وهذاك الشيء ماشي صحي للانسان. ولكن حنا كنا بحال اللي كانوا جدودنا بكري وعائلتنا بكري كانوا كيداوهم الاعشاب، ما كانش كدواء ما كانش هادشي، كانوا الناس اي مرض كيداوهم الاعشاب. كاين بزاف ديال الناس باش يبيعوا لك واحد المنتوج كيكذبوا ويقولوا لك هذا المنتوج راه مزيان واخا انت كتشريه بواحد الثمن باهظ، ولكن للاسف انت ما كتبقاش تفكر في الفلوس، كتبقى تقول غير هذا المنتوج واش غادي فعلا يقضي ليا ولا لا. دابا الناس الاغلبيه فقدوا الامل، حتى ملي كتقول الناس راه كاين واحد المنتوج الناس فقدوا الامل، ولكن كنقول لهم غير تشجعوا ديك دي اكس ان راه غادي تحقق لكم كل شيء اللي كبغيتوا، لان فعلا هذه شركه يعني الا قالت لكم شي حاجه كاينه راه كاينه، ما كاينش الكذوب، واضح كل شيء الوضوح. وحتى القهوه اللي خديت انا عمري ما خديت شي ما تلذذت بشي قهوه بحال هذه القهوه اللي خديت من عندهم، وخديت عندهم العصير، يعني كتاخذ داك الشيء بيو وزوين وكتلذذ انه فعلا انت كتشرب قهوه بمعنى الكلمه وكتشرب العصير كانه عصير. كنبغي نقول لجميع الجمهور ديالي اللي في المغرب واللي خارج المغرب، انتم راه كتعرفوني اني انا ما كنجيش ونشهد على شي واحد الحاجه الا ما كانت فعلا 100% كتستاهل اني نشهد عليها او ندير فيديو على قبلها، لاني ما كنبغيش شي حاجه اللي فيها الغش واللي فيها الكذوب، كنبغي شي حاجه واضحه. هذا الشيء علاش كنقول لكم يا ريت انكم تدخلوا لهاد الشركه هذه دي اكس ان، غادي تلقاو فيها الراحه ديالكم، واللي مريض غادي يرقى داك الشيء كاع اللي بغى، وان شاء الله اللي مريض غادي يصح وغادي تولي صحتكم مزيانه بخير وعلى خير، وغتهنموا الادويه وما غاديش تندموا، وغادي تقولوا
سعاد الوزاني فعلا قالت الصح، وكنشد كل مغربي ومغربية داخل المغرب وخارج المغرب وكل عربي مسلم اللي كيتواصلوا معايا، كنقول لكم دخلوا لهذه الشركة وما غاديش تندموا إن شاء الله، وغادي تلقاو فيها كل ما كتمنوا، وغادي تصحوا وغادي توليوا بخير وعلى خير، وغادي انتوما ملي غادي تدخلوا الشركة وتلقاو فيها داكشي اللي بغيتوا، انتوما غادي تبداو تقولوا للناس اخرين انهم يدخلوا لهذه الشركة. الحمد لله غدا وكنتحسن من حسن لأحسن، وهذا الشيء كنحسو في الذات ديالي، لان المرض كيبدا ينقص ليك، الالم كيبدا ينقص، ما كتبقاش تحس بداك الالم اللي كنتي كتحس به في الاول. هذا علاش كنقول لكم جميع المغاربه اللي داخل المغرب وخارج المغرب، كنتمنى لكم انكم تدخلوا لهذه الشركه وما غاديش تندموا، وانا كنتقلد على عاتقي انكم ما غاديش تندموا، وغادي تتصلوا بي وغادي تقولوا لي يا سعاد الوزاني شكرا لانك قلتي لينا ندخلوا لهذه الشركه. وكنناشد كل عربي مسلم كيتواصلوا معايا دخلوا لهذه الشركه وما غاديش تندموا. كنتمنى لكم عواشر مبروكه ورمضان كريم، ادخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، ودائما كنتمنى للشركه دي اكس ان الصحه والسلامه، ونتمنى الفروع ديالها يكون جميع انحاء العالم، لان كتستاهل تكون عندها صيت عالمي، لان مزيانه وكتقول الصراحه وكتقول الحقيقه، اي حاجه بغيتوا تعرفوا عليها كيقولوا لكم داكشي بالواضح. كنتمنى يا ربي تدخلوا لهاد الشركه وتواصلوا معايا، وغادي نقول لكم من بعد انكم ما غاديش تندموا. تحيه كبيره من سعاد الوزاني دواحه.